إن الساسة الذين يسألون اليوم ماذا بعد اليوم التالي في غزة نسوا أن يسألوا أنفسهم ماذا بعد اليوم التالي في أمريكا بعد أن أنهت أمريكا دورها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصبة من المسلمين يفتحون البيت الأبيض أن الخلاف على منهاج النبوة القادم ستقود إلى نشر الإسلام، وسيدخل الإسلام في كل بيت في كل الأرض في كل قاراتها بدون استثناء، بما في ذلك في كل بيت في أمريكا.